بكم وأهلا وسهلا بكم في سيدة الدار في الدرس الحادي عشر من سلسلة الحياكة للمبتدئين. اليوم نتعلم كيفاش نديرو واحد الحبل بالصوف أو بالإنجليزية أي كورد. الطريقة هي كالآتي، فهي سهلة جدا. نشتغلو واحد ثلاثة ديال الغرز، على سبيل المثال ممكن تشتغلو أربعة أو خمسة أو أقل على حسب سماكة أو رفعة الحبل اللي حنا غنشتغلو. في العادي حنا ندور الشغل بحال هكا وكنشتغل، لكن في حياكة الحبل غادي ناخذ هاد ثلاثة الغرز الناحية الأخرى وغنشتغلو بهاد الخيط اللي غيكون متدلي من هاد الغرزة الأخيرة. حاولوا زيروا مزيان الغرز، خصوصا الغرزة الأولى. هذا أول سطر، وبنفس الطريقة غادي نسحبوا هاد الثلاثة غرز الناحية الأخرى وغنشتغلوا. كما كتلاحظوا معنا هنا بدا كيتكون عندنا راس الحبل. غادي نرتفعه بقليل من الاسطر باش نشوفوا كيفاش غادي يظهر النتيجه ديالو. كما كتلاحظوا معايا هنا الحبل بدا كيبان عندنا، كنجرو للاسفل قليلا باش كيعطينا واحد الشكل متناسق من الوراء. كيجي الشكل ديالو جميل جدا، وكنحتاجوه في عدة أعمال، وممكن كذلك نشتغلو سميك من هذا الحجم وممكن رفيع كذلك. كنتمنى تكونوا استفدتوا في هذه الحلقة، وما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس ليصلكم كل جديد. ومع السلامة.